ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحل اليوم بالجزائر في زيارة رسمية تفعيلا للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار. في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، الفريق أحمد قايد صالح يزور معرضا لنماذج مصغرة من الأسلحة وتجهيزات المنتجة محليا، ويتابع عرضا حول الصناعات العسكرية المحلية. وزيرا السكن والعمران يستعرضان والعمل يستعرضان بنيويورك برنامج السكن الترقوي العمومي وفرص الاستثمار في الجزائر في رابع لقاء مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج. دوليا، تصاعد وتيرة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا تدفع بالحكومة لعقد اجتماع طارئ، والداخلية تتحدث عن إمكانية فرض حالة الطوارئ في البلاد. من تلفزيون الجزائر نقدم لكم نشرة الخامسة، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني 47 من خلال رسالة هذا نصها: يطيب لي ودولة الإمارات العربية المتحدة مقبلة على الاحتفال بعيدها الوطني 47 المجيد أن أتوجه إلى سموكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني، مشفوعة بتمنيات لكم بموفور الصحة والعافية والسعادة، وللشعب الإماراتي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة. إنها مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا أغتنمها، يقول السيد الرئيس، لأشيد بما حققته دولة الإمارات من مكاسب وإنجازات عظيمة منذ إعلان الاتحاد وفي كافة المجالات بفضل حكمة قيادتها وجهود أبنائها المخلصين. ولا يفوتني، يضيف رئيس الجمهورية، أن أعرب لكم عن ارتياحي لجودة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدينا، وأجدد لكم عزمي الراسخ على العمل معكم من أجل تعزيزها وتوثيقها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين الجزائري والإماراتي ويلبي طموحاتهما إلى المزيد من الرقي والنمو. كما هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في مناسبة احتفال بلاده بالعيدها الوطني 47 من خلال رسالة إليكم نصها: إنه لمن دواعي السرور أن أتقدم إليكم في مناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني 47 المجيد باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني، مشفوعة بخالص تمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرفاه والازدهار للشعب الإماراتي الشقيق في ظل قيادته الحكيمة، وأغتنم هذه المناسبة السعيدة، يقول رئيس الجمهورية، ليجدد لكم عزمي على العمل من أجل توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين الجزائري والإماراتي. رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة هنأ أيضا رئيس جمهورية لاوس فراشيد بونهانغ في مناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مجددا حرصه على تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، شارك أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالعاصمة المكسيكية مكسيكو في مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي تم انتخابه في الفاتح من جويليا 2018. هذا. وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد التقى أمس بمكسيكو الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. اللقاء الذي تم بالقصر الوطني بلغ خلاله بن صالح تهاني رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس أندريس مانويل في مناسبة انتخابه رئيسا للمكسيك واستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد التقى أول أمس بمكسيكو والرئيس الصحراوي إبراهيم غالي. اللقاء الذي حضره سفيرا البلدين لدى المكسيك سمح باستعراض مستجدات القضية الصحراوية، إذ جدد بن صالح دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي من أجل استرجاع حقوقه طبقا للشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة، فيما نوه الرئيس الصحراوي بموقف الجزائر قيادة وشعبا الداعم للقضية الصحراوية. في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يشرع اليوم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة. وتأتي هذه الزيارة لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما تعطي هذه الزيارة زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة 13 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية المنعقدة بالرياض في أفريل الفارط، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون. كما تشكل زيارة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط. في التعاون العربي يواصل دائما يواصل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح يواصل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاحتفالات الرسمية بالعيد الوطني الإماراتي كضيف شرف في الذكرى 47 للاتحاد. السيد الفريق قام اليوم بزيارة معرض لنماذج مصغرة من الأسلحة وتجهيزات المنتجة محليا، كما تابع عرضا حول الصناعات العسكرية المحلية بدولة الإمارات. وكان السيد الفريق مرفوقا بالمستشار في شؤون الرئاسة لدولة الإمارات فارس المزروعي. وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح قد شرع مساء أمس في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي للحضور كضيف شرف في احتفالات اليوم الوطني 47 للإمارات العربية المتحدة، إذ قدم باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسمه الخاص التهاني في مناسبة احتفال الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني. بمقر القنصلية العامة للجزائر بنيويورك أشرف أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على لقاء جمعهما بأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة، حيث استعرضا مختلف الآليات المتاحة في مجال السكن والاستثمار. الاجتماع يهدف أيضا إلى عرض مختلف التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر من أجل تمكينها من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية. وعبر تقنية الفيديو عن بعد تمكن أعضاء جاليتنا المقيمين خارج نيويورك من المشاركة في هذا الاجتماع، إذ ستمنح الفرصة للمكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي المستقرين بالولايات المتحدة وكذا الراغبون في التسجيل في صيغة الترقوي المدعم من أجل الاطلاع على مختلف البرامج المقترحة. كما قدمت للجالية شروحات حول ما حمله قانون المالية 2019 فيما يخص استفادتهم من معاش تقاعدي بعد تسديدهم لمستحقات الاشتراك بصندوق التقاعد وكذا مختلف صيغ الدعم لإنشاء مؤسسات مصغرة بالجزائر. وهذا الداخل في إطار التعليمات فخر مطرح الجمهورية للاتصال مع الجالية حتى نوضح لهم مختلف الأجهزة لترافق الشباب
راغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في الوطن. كذلك شرحنا لهم الإجراء الجديد اللي يدخل في إطار قانون المالية 2019 اللي هو يخص التقاعد بالنسبة للجالية الجزائرية الموجودة في الخارج، يعني بداية من سنة 2019 يمكن باش تساهم في صندوق التقاعد. في سلسلة اللقاءات مع الجالية بالخارج للتعريف بالسكن اللي جاء به فخامة رئيس الجمهورية كوعد للجالية في الخارج، كان عندنا لقاء مثمر من حيث الانشغالات والتعريف بهذا النمط في الولايات المتحدة اللي جمعت سكان نيويورك وما جوارها، وكان عندنا حتى تشاور مع ساكنين عن بعد عبر سكايب، سمحت لنا أننا نتعرف على الانشغالات تاعهم والتعريف أكثر. ممثلة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تشارك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في قمة رؤساء الدول للمؤتمر 24 للأمم المتحدة حول تغير المناخ التي انطلقت أشغاله اليوم بكاتوفيتشي ببولندا. وفي المناسبة استعرضت الوزيرة جهود الجزائر في الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة والمحيط. يشارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني في عدة اجتماعات لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، وذلك ابتداء من الخامس إلى غاية السابع من الشهر الجاري في فيينا بالنمسا، حيث سيشارك في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبيك خارج أوبيك. كما يشارك الوزير أيضا في أشغال الدورة 75% للندوة الوزارية لدول الأوبيك التي ستتطرق لتقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبيك خارج أوبيك المكلفة بمراقبة الامتثال لمستويات خفض الإنتاج. كما يشارك قيطوني في الاجتماع الوزاري الخامس لدول الأوبيك والدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في بيان التعاون أوبيك خارج أوبيك. اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس المجلس معاذ بوشارب للاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية حول مشروع النظام الداخلي للمجلس. إذ أكد معاذ بوشارب أن النظام الداخلي يجب أن يحظى بقبول وتوافق جميع الرؤى السياسية واستجماع كل الطاقات لإثراء دراسته. في التعاون القاري تم توقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر والغابون لبعث ديناميكية جديدة في الشراكة الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك على هامش اختتام معرض المنتجات الجزائرية بالغابون. ينسلك حلديب وتفاصيل. في ختام معرض المنتجات الجزائرية بلبروفيل الغابونية تم إمضاء أكثر من 10 اتفاقيات تفاهم بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم من دولة الغابون، والتي تقضي بتصدير المنتوج الجزائري وتوزيعه بدول وسط وغرب إفريقيا. On a signé un contrat de distribution commerciale هنا مع شركة le comptoir africain de Libreville d'import export pour commercialiser les produits تاعنا notamment les cookies كما قلت لكم les marinades de poulet pour Bella. اليوم تمكنا من إمضاء اتفاقية مع موزع ينشط بدول وسط وغرب إفريقيا من أجل توزيع منتجات المؤسسة في هذه المنطقة التي تعتبر سوق واعد للمنتجات الجزائرية. مذكرة التفاهم هذه قصد تطوير المباحثات لشراكة بين مجمع كوندور والشركتين، شركة بيرمالين وامس دي انفورماتيك، لتوزيع وبيع منتجات كوندور في المنطقة. المنتوج الجزائري الذي اختلفت فروعه وتنوعت سمحت برفع حجم العلاقات التجارية مع هذا البلد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والغابون. من حيث النتائج كان أولا يوضع البروتوكول اتفاق مع بين الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، وثانيا حوالي 13 مؤسسة مشاركة قامت بإمضاء اتفاقيات بروتوكول مع نظراء في إطار شراكة مع نظرائهم في الغابون الشقيق. كما كان المعرض سانحة للمواطن بالغابون للاطلاع على المنتوج الجزائري، داعيا رجال الأعمال للاستثمار بهذا البلد. نحن adoré les produits algériens et on souhaite que les Algériens s'installent ici vendre leurs produits ici au Gabon. On est vraiment ravis de rencontrer le produit algérien. Vraiment, on est content.
J'espère bien que ça va continuer et puis gagner un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. بوابة أخرى للاقتصاد الجزائري نحو الأسواق الإفريقية بتوقيع 13 اتفاقية تصدير من خلال هذا المعرض الذي يعد الأول منذ 3 عقود، وفي الأفق اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين رجال الأعمال لكلا البلدين. من العاصمة الغابونية ليبرفيل للتلفزيون الجزائري يونس لكحلدي. نبقى في شأن الاقتصادي، وفي لقاء جمع المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بأساتذة وخبراء في الاقتصاد بتلمسان، تم التطرق إلى سبل تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة واستحداث بدائل عن المحروقات. خير أبو طالب والتفاصيل. تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النواة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعود ذلك لمردودها الإيجابي في تخفيض معدل البطالة وكذا توفير مناصب شغل جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني. يعني برنامج فخامة الرئيس كان مفسر، كان عطى باللي يفو سادير ابسوربي لو تو دو شوماج، سادير يفو كان يشجع على بعض الشعب اللي كانت الجزائر تكون هي مثل الفلاحة، الصناعة، السياحة، عندنا نوطامون هادو لي سيغمون لي بلوز امبورطون. وعلى هذا الأساس قامت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بتنظيم يوم دراسي لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمرافقتهم وتوجيههم لتحقيق التنمية المستدامة. احنا نخدموا اليد في اليد مع السلطات المعنية باش نوصلوا للهدف الرئيسي لخلق مناصب شغل جديدة، نقصوا من فاتورة الاستيراد، تشجيع الاستثمار من ناحية تعاون كل القطاعات فيما بينها، وذلك بخلق آليات جديدة لتسهل مهام الاستثمار. النهوض بالمؤسسات الاقتصادية من الرهانات التي ترفعها الدولة للتنمية خارج المحروقات. ويعد قطاع الفلاحة من البدائل الناجعة لخلق الثروة خارج المحروقات، ويهدف تطويره وبهدف تطويره تسعى مؤسسة حسناوي للفلاحة إلى توسيع الشراكة مع خبراء إسبان، وذلك بفضل العمل على توفير شتلات ذات نوعية عالية مقاومة للأمراض وبإنتاج عالي المردود. روبرتاج في الموضوع لقدور جوابي. على مساحة 17 هكتارا تقع مشتلة حسناوي بسيدي بلعباس المختصة في تطوير زراعة الأشجار وفق التقنيات والتجارب الحديثة وبشراكة إسبانية. نحاول في هذه المشتلة تطبيق التجارب الإسبانية لإنتاج مختلف الشتلات حتى يكون هناك مردود أحسن. 4 ملايين شجيرة من مختلف الأصناف هي طاقة إنتاج المشتلة التي تم إنتاجها حسب نوعية التربة والمياه، ومن النماذج الناجحة زراعة أشجار الزيتون. الفلاح اليوم من 400 شجرة بالمثال تاع الزيتون يقدر يروح ل 1200 شجرة في الإكتار، يكون عنده نفس المردود مثل 400 ولكن في وقت قريب يبدأ الإنتاج تاعه في العام الثالث. الحل الشامل هو شعار مؤسسة حسناوي للفلاحة التي تعمل على متابعة زراعة الأشجار بكل مراحلها بهدف مساعدة الفلاحين وإعطاء دفع قوي للإنتاج. في قطاع الصحة، أحيت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم العالمي لمكافحة السيدة، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وأطباء وخبراء وناشطين، حيث عرض المتدخلون سبل الوقاية من الداء وأبرزوا أهمية الكشف المبكر، كما أشاد ممثلو الأمم المتحدة بدور الجزائر الرائد في مكافحة الداء. الجزائر دولة رائدة في مجال مكافحة السيدة، كان التزام سياسي والتزام كذلك مالي كبير منذ سنوات أنها قامت بمجهودات كبيرة ونفذت استراتيجيات عديدة اللي خلت أنها في مجال العلاج مثلا أصبحت دولة رائدة في منطقة شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط بفضل توفير العلاج مجانين منذ 1998، بفضل إنشاء 15 مركز للعلاج، وخلت التغطية العلاجية فاقت 80%، أن الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط اللي وصلت للتسعين الأول اللي من التسعينات الثلاث اللي كانت مفترض أن تصل إليها الدول بحلول 2020.
وعشية اليوم العالمي لذوي الإعاقة أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم المغاربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي حمل شعار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة، وذلك بمركز التكفل بأطفال التوحد ببن عكنون. نحن نحتفل هذه السنة بالتربية والتعليم المتخصصين في الوسط المهور من أجل نصر. ولضمان التكفل الأمثل بمرضى توحد تدعمت ولاية عين الدفلة بمدرسة موجهة لأطفال مرضى توحد يشرف عليها طاقم تربوي وبيداغوجي متخصص. ريبورتاج في الموضوع لمحمد خضراوي. هي المدرسة الوحيدة بالولاية جعلت منها مديرية النشاط الاجتماعي مرفقا لضمان الحق الدستوري في التمدرس لشريحة أطفال مرضى التوحد. المسجلين في ولاية عين دفلة أطفال التوحد عندنا 250 حالة، نقولوا باللي هذا ما يمثل إلا 50%. راهم عندنا 60 طفل، هادو 60 طفل عندنا الأساتذة حوالي 20 أستاذ. إمكانية مادية وبيداغوجية تضمنها المدرسة ببرنامج يشرف عليه مختصون في التعامل مع حالات التوحد جماعيا وفرديا. عندي لكلاس تاع البسيكوموتريسيان أستاذ النشاط البدني المكيف لا بروميير سال، وعندي دوطر سال لاستقرار الأطفال. عندي كات كلاس تاع توحد باغ نيفو، نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3. مع الأول نعلمهم الوعي بالذات، نعلمهم أعضاء الجسم تاعهم. عندنا ثانيك مهارات معرفية، مثلا تخطيط، تخطيط أشكال هندسية، تخطيط خطوط، يعني الأشياء اللي تجيهم سهلة. نخدموا على لا ستابيليزاسيون دو لونفون، المهارات التقليد، الأصوات، الحركات، وثاني كاين نعلمهم الأشكال والأشكال والتطابق. ويعتبر الأولياء حلقة رئيسية في التعامل مع مريض التوحد، هذا ما تعتمد عليه المدرسة بجعلهم شركاء من أجل التكفل الجيد بأبنائهم. لغيدانس بارونتال نديروها ببرنامج مسطر واستدعاء للأولياء، كل ولي يكون بالاستدعاء تاعو. ديما نتعاملوا معهم يوميا، صافي ما نفرقوهمش، صافي كيما الدراري تاع ليكول. كي جبتوا لهنا لهذه الجمعيه يعني طوني افكار، طوني نصائح كيفاش نتعامل معاه، ما مندمج هنا مع التلاميذ. مرفق يؤدي رسالة تعليمية وإنسانية بامتياز في انتظار افتتاح ورشة محمية للأطفال المعاقين ذهنيا ومزرعة بيداغوجية سنة 2019 بهدف الاهتمام بهذه الشرائح وإدماجها في المجتمع، فلسان حالها يقول: أنا لست مريض فقط، أنا مختلف. في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم اليوم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتامن راست وبحوزته بندقية رشاشة من نوع FMPK وكمية من الذخيرة. ويتعلق الأمر بالمسمى توجي سيد عمر المكنى يوسف الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش إثر عمليات متفرقة بكل من تامن راس وبرج باجي مختار وعين صالح، أوقفوا 9 منقبين عن الذهب وضبطوا شاحنة وثلاث دراجات نارية وأجهزة ومعدات. في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك بقسنطينة مروج مخدرات بحوزته أزيد من 2000 قرص مهلوس، فيما تم حجز أكثر من 18 قنطارا من مادة التبغ بالوادي. من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، وقفت مفارز للجيش 20 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من برج باجي مختار وعين تيموشنت. دوليا، مشهد متوتر في فرنسا مع تصاعد حدة احتجاجات السترات الصفراء ضد رفع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية، مشهد دعا على خلفيتها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إلى اجتماع طارئ على أعلى مستوى وحديث عن حالة الطوارئ عقب أحداث أمس والتي خلفت عشرات الإصابات. المزيد من التفاصيل مع فهد يحيى. احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا ما زالت مستمرة، والشرطة الفرنسية أعلنت إصابة أكثر من 130 شخصا واعتقال أكثر من 400 آخرين خلال احتجاجات شابتها أعمال شغب استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. المؤسف رؤية كل هذا، لكنها الطريقة الوحيدة للتحاور مع الحكومة
للأسف. نعم إنه من المؤسف رؤية كل هذا الخراب، لكن المسؤول الأول عن ما يحدث هي الحكومة. وضع أمني متدهور أدى بالحكومة إلى التفكير في اتخاذ إجراءات لاحتواء الوضع. وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر عبر عن استعداده للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد. وسبق أن فرضت فرنسا حالة الطوارئ بعد الهجومات الإرهابية على باريس في 2015، وقبل ذلك فرضتها أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها بعض الضواحي الفرنسية عام 2005. وتتزامن هذه التطورات مع عقد اجتماع أزمة ترأسه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من أجل إيجاد حل للوضع الذي تشهده البلاد منذ أيام، وضع بدأ بتظاهر سائقي السيارات ضد زيادة الضرائب المفروضة على الوقود، لكن سرعان ما تحول إلى احتجاجات عامة تضمنت الآن سلسلة واسعة من المطالب تتعلق بتدني القدرة الشرائية في فرنسا. إلى الأرجنتين، حيث اختتم أمس ببيونسيرس اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي توج بتوصيات حول المناخ وضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية. هذا واتفقت الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، اتفقتا على هدنة تجارية. في الرياضة، عاد عشية اليوم إلى أرضي الوطن مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية من طوكيو، حيث تم انتخابه على رأس جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية أكنوا، وذلك خلال الجمعية العامة الانتخابية للهيئة الإفريقية التي جرت على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية. الترشيح اللي كان مدعم من طرف فخامة رئيس الجمهورية كان مسبوق بالنتيجة الإيجابية، وبالمناسبة على كل حال نشكر كل الإخوان والأخوات تاع اللجنة الأولمبية والأفارقة وكل من ساهم من قريب ومن بعيد لهذا التتويج. أنا فخور جدا بهذا التتويج، لأن الحمد لله اليوم الجزائر عودت رجعت في الساحة الدولية، وبالمناسبة نشكر كاع الناس اللي ساهموا في هذا التتويج. نقول بأن اليوم حان الوقت باش نضموا الصف، حان الوقت باش نضموا الصف، وحان الوقت باش إن شاء الله نعمل كل ما في وسعنا باش كذلك أخوات وإخوان واحد آخرين يزيدوا يدخلوا في الساحة الدولية والساحة الإفريقية ويمثلوا أحسن تمثيل الجزائر. ونختم من ديوان رياضة الفتح، حيث افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر، إذ ينتظر عرض أزيد من 17 فيلما سينمائيا. الأجواء مع كاتي عبات. هواة الفن السابع كانوا على موعد مع الطبعة التاسعة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما للفيلم الملتزم. المكسب الأول في الذي تحقق من خلال هذا المهرجان هو الديمومة، هو الاستمرارية، هو أن المهرجان هذا أصبح موعد سنوي يعني يلتقي فيه المشتغلون في حقل السينما لمناقشة قضايا متعددة، وخاصة وأن هذا المهرجان ينتقي بعناية الأفلام التي تشارك والتي تعالج عادة قضايا سياسية، قضايا إنسانية، قضايا لها علاقة براهن العالم بالتحولات التي يعرفها العالم. الهجرة هو الموضوع الذي تم اختياره في هذه الطبعة الجديدة والذي يعالج معاناة المهاجرين في العالم. عندنا أفلام كما ميلانكوليا وفريير لجيرار مودية اللي كان في السابق كان عنده تاريخ نضالي مع الجزائر. عندنا أيضا أندري غازول اللي رايح يعمل ماستر كلاس على الثورة الجزائرية، وكان حتى هو عنده علاقة قوية مع الثورة في الخمسينات. Chaque année ce sont des nouveaux films. Cette année nous avons 17 films en compétition, que des films la plupart de 2018, quelques-uns de 2017, des films qui n'ont jamais été montrés, notamment les films algériens. Nous avons 4 avant-premières nationales. هذا وقد تم اختيار الفيلم الفلسطيني واجب لمخرجته آن ماري جاسر لافتتاح هذه الطبعة. لأنه الفيلم الفلسطيني عنده طابع خاص، له درامي
وله رومانسي، هو يحكي عن قضية الإنسانية، قضية الفلسطيني الذي يواجهها على أرض محتلة. المهرجان السينمائي هذا فرصة لاحتكاك الفاعلين في الحقل السينمائي وتبادل الخبرات والتجارب. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الخامسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحل اليوم بالجزائر في زيارة رسمية تفعيلا للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار. في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق أحمد قايد صالح يزور معرضا لنماذج مصغرة من الأسلحة وتجهيزات المنتجة محليا، ويتابع عرضا حول الصناعات العسكرية المحلية. وزيرا السكن والعمران والعمل يستعرضان بنيويورك برنامج السكن الترقوي العمومي وفرص الاستثمار بالجزائر في رابع لقاء مع أفراد الجالية الوطنية بالخارج. دوليا، تصاعد وتيرة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا تدفع بالحكومة إلى عقد اجتماع طارئ، والداخلية تتحدث عن إمكانية فرض حالة الطوارئ في البلاد. ليتواصل معنا عناويننا الإلكترونية في الخدمة. شكرا على المتابعة، في أمان الله.